دقيقة حينية تنجم زادة تبعث تقبل وتتابع لي موندا مينوت كيما تنجم تقبل لي موندا انترناسيونو والحوالات من الصناديق الاجتماعية فضل الخدمات البنكية الرقمية للبريد التونسي ولا من الممكن زادة أنك تخلص قضيتك بالتليفون يكفي تكون عندك لابليكاسيون دي دي سيت تسكاني لي ار كود اللي تلقاها عند التاجر وهكاكا تخلص قضيتك بالوقت وبالك مرتاح لابليكاسيون دي دي هي خدمات بسيطة سريعة امنا وتسهل لك حياتك البريد التونسي خدمتكم تسعدنا سيداتي وسادتي تحيه طيبه ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج يوم سعيد اليوم مع حاتم بن عماره شاء الله يومكم سعيد وشكرا لكم على اختياركم موجاتكم موجات إذاعتكم الوطنية التونسية في صبيحة هذا اليوم السعيد بإذن الله الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق ل 12 صفر 1442 للهجرة جرائد اليوم على شنو أحكيت العناوين اللي تصدرت الصفحات الأولى قراءة خاصة لأبو نورة تقديم لأمل الجندوبية تعليق لي أنا لي أنا كل سعادة جرائد اليوم جرائد اليوم السعاده صعيبه شويه معناها السع اي العناوين تبارك الله معناتها سعاده لين م... صحيح هو الخبر مقدس والتعليق حر م -م. والكرونيكور هو يعطي رايه فقط معناها ويتحمل مسؤوليه الراي متاعه فقط هيكي. مش مسؤوليه ل... 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 معناها مش يعطي الخط التحريري للمؤسسه الاعلاميه اللي كتب فيها المقاله الكرونيك ديك هم. ولا اللي تحدث فيها في الكرونيكا ديك ولا اللي يعلق فيها ولكن هي مسؤوليه راهو التعليق بالطبيعه مش سهل يعني. ونجم تصيب كما تنجم تخطئ في تعليق اجتهاد وراي هو راي قابل للنقاش اكيد راي نبداو جولتنا في جرايد اليوم بجريده لابريس لابريس تحدثت عن ترأس قيس سعيد لمجلس الامن القومي اللي مم. قال فيه من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الاعدام صحيح ولابريس توسعت شويه

هل النقاش اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في داخل المجتمع حول تطبيق عقوبه الاعدام، هل تطبيق عقوبه الاعدام باش يحل مشكلتنا الاساسيه ارتفاع منسوب الجريمه من ناحيه ومن ناحيه اخرى الفظاعه متاع هذه الجرائم وخروجها على السيطره وغياب كلي انشانا لي كالفيجيلونس اللي كانت متاع القوات الامنيه في محاربتها للجريمه وهل هن المعالجه الامنيه هي الوحيده اللي باش تحل المشكل هذا المطروح ثم علاش كال هذيك نقصت مقارنة مع قبل يقول قبل والله نخرج في الليل ونمشي ونسهر ونعمل وما يكلمني حتى حد ودرق. اش فما علاش؟ لماذا؟ هذا هو المطروح الان باش نقراوه مع بعضنا ونحلوه مع بعضنا. بعض لو خيال يمشيوا ولربما نوصل نتفق معهم انه كل ما تتعمق الازمه الاجتماعيه والاقتصاديه والدوله تضعف وتطبيق القانون كيف كيف يطبقه القاضي يطبق القانون بحذافره من مانيش في فيه نزاهه القضاء وبربي هذيا كل مره جابدين القضاء وكل مره هكا رساله مشفره بعثينها للقضاء كما البارحه في مجلس الامن القومي اللي قالوا سيد رئيس الجمهوريه قضايا التاريخ حكم عليها وهي مازالت ما تحكمتش هذا ما يخدمناش ما يخدمش القضاء وكاين سيد رئيس الجمهوريه كل مره يعاود يعاود اشاراته او رسائله للقضاء كانه عنده موقف معين من من القضاء اذا كان فما موقف مفروض ان السيد رئيس الجمهوريه يحلوا بحوار مباشر مع رئيس مجلس على القضاء جمعيه القضاة القضاة خاصة انه حرم الخاصة بهم حرم سيد رئيس الجمهورية قاضي يعني معناها ينجم ينجم لنا النقاش يكون عميق واذا كان فما مشكل انا نعتقد فما مش مشكل نعتقد فما المشرع لهنا خلى للمجرمين ان وللمنحرفين خلى لهم فسعات خرجات حفظوا حفظوا مخرج قانوني صحيح والقاضي يقول لك راهو جاني ملف فارغ ما تطبق عليه حتى فصل من فصول قانونية لانه السيد تعلم يبحث اكثر من ذلك من يتعلم يبحث رأوك كيف يوقفوه ويحطوه مع المختصين في من مجرمين موجودين في الايقاف ولا في السجن يقريوه درسه يقولوا له شنو يقول شنو يقول يخرج من هذا المحامي يقريه درسه فيلقاو الثغرات القانونيه وبالتالي هذه الثغرات شكون المسؤول عليها ما القاضي ما الباحث الابتدائي المسؤول عليها في نهايه المشرع مجلس نواب الشعب زد على ذلك زد على ذلك فما المواطن كان يقوم بدوره مع الامن يقول لك علاش توا معناها منشي محمية نحس في روحي كمواطنة ولا ما نلبسش اللي نحب وإلا البعض راه فيهم يكتبوا هكا لابسة محزوق ولا مرخوف ولا يا سامحني ماشي اللبسة اللي هي سبب يا في الصيف يعوموا بالمايو يعوموا بالدو بيس والبياس ودر شنو وكذا وما تكثرش المنسوب نتاع الجريمه في وسط الشاطئ نتاع الاغتصاب وغيرها مش هي هاد... الاغتصاب على الكل راي مش كان على اللي تلبس هكا ولا اللي تلبس هكا ماهوش هك القضيه قضيه لباس قضيه المواطن منسحب من حمايه روحه تعرف كيف تصير عمليه من هذا القبيل ويبدا حد متعدي يدور وجهه ما يتكلمش عمليه ما نطره ولا خطفه البعض منا ما نقولش الكل البعض ما التوانسه يمدوا صدوراتهم ويحاميو ويحاولوا يشدوا كل اللي قام بالخطفه ولا بالنطره ولا يمنعوا بنيه شادين عباد لكن الاغلبيه المطلقه يقول لك اختار راسي واضرب تو كان مطلوب ايش دخلني يعني خلبي. مش دخلني فهنالك غياب في الدور المواطني اللي باش يحمي روحه واللي باش يتعاون ايضا مع الامن انه التبليغ راه هو الصباب سمحت هو يحمي في وليداته ويحمي في عائلته ويحمي في روحه التبليغ عن المجرم واجب والله نعرف ان هي البلاد اذا كان حتى في تونس في تونس فما ما تبلغش تولي مشارك في الجريمه نفس العقوبه تتحملها في العقوب. بالمجد ما بالمجد تبلغش في تونس مثلا فما من القوانين اللي غير مطبقه تبدا متعدي بسيارتك ولا حتى على دراجتك ولا على ساقيك وترى حدث مرور وما تبلغش تعتبر جريمه يعاقب عليها القانون لكن اغلبيتنا كيف راهو حادث مرور تعرف شنو نعملوا؟ نقعدوا نتفرجوا اي نقصوا شويه اي بالطبيعه نعملوا كالنظره ونتفرجوا صاروا ما صار اي كهو لا يبلغ لحتى شيء بعض منا يمكن يكلم كلمة 197 ولا 193 ويعطيهم الصح فبالتالي المعالجه اعتقد اجتماعيه وحان الوقت باش نطرح حوار حول منظومتنا هدية في حماية الأشخاص وممتلكاتهم وصحتهم وصغيراتهم والتنقيس من منسوب الجريمة لأنه قاعدين نشوف فيها قاعد تكثر ثم الفضاء الافتراضي هدايا اللي قاعد ما غير ما يشعر لربما أنا أقول بتلقائية قاعد يزيد في التين بلة أو خرجونا في حي الزهور قتلوه ذبحوه درا شنو ما فماش الحكايه ها كل ش... حكايه و... قديمه تتجبد تولي في كيينو... كل جريمه هي النار تطفى شويه مثلا واحنا نطلبوا من الناس باش نخدموا مخاخنا ونعرفوا كيفاش نعالجوا هالامر ما بيناتنا ونعالجوا الامر الاجتماعي والاقتصادي ونقويوا الدوله لانه تضعاف الدوله راهو هذا كله يصير جريمه والانحراف و... والتهريب و... والامبونيتي والدنيا الكل تصير نواصلوا مع جريدة لوكوتيديان لوكوتيديان اللي تحدثت عن عودة القيادات القديمة لحركة النهضة وعنوانات عندما يلعب الغنوشي كل الأوراق من أجل البقاء أول عنوان العادة احنا ما نترجم يقول لك كون غنوشي جو سون فا تيري تو تو جو روتور <يصفح> وبركاي دي انسيان ديليجون ديال النهضه على كل قلت هنا سابقا الغنوشي راهو مش باش يربع يديه ويقعد يتفرج في المياه اللي عملوا العريضه هذيا لا عنده اوراق وعنده جوكريات مخبين باش يلعب كل الاوراق ولا ربما لا ربما،, ربما فما فرجه باش نتفرجوا فيها مع انعقاد المؤتمر اللي بديت نشك انه باش ينعقد او مع تاخير المؤتمر هما متمسكين بالموعد ينجموا يتمسكوا في لجريدة ولا جريدة لطون وعن تصاعد وتيرة الانحراف والعنف تساءلت أي حلول أمام تجارة الخوف صحيح فما ناس تستثمر في هذه التجارة وناس تستغل وتركب وتخوف العباد باش تعمل أشياء فما حاجات خطيرة جدا يصوروا ويسجلوا ويبدأ يهدد نعم. يعرفوا باش يخاف يهدد يبتز اعطيني فلوس والا توا نعمل كذا وكذا. هذا الكل حان الوقت باش نعالجوه ولكن المعالجه الشامله اللي تنطلق مش فما سياسه ظهرت في السنوات الاخيره في كل المجالات يمكن ما يحسوش بها التوانسه لكن البعض عارفها ونقولوا عليها وكيف نقول عليها تو يروها. احنا عشنا في السنوات الاخيره سياسه اطفاء الحرائق. صارت حريقه لهنا طفيها تفاهه ما يمنعش طفيناها كلها ولا لكن تعاود تختف تو نعاود نرجع طفيها اما حل جذري باش ما عادش تفهم حريقه تتعمل مانيش قاعدين نعملوا فيها عنا سنوات وفي كل القطاعات راهو في كل المجالات بش... في, في كل المجالات وفي... هاي طالبين هاي اي خدمهم تخليهم في سكت هاي وفات الحكايه هاي اربع حل خلينا خليني نعدي ريوسنا خليها للجيل الوقت اربع حل تعطيه تعطيه حويش تو يسكت تو يتفاوض معاه دخلوا يخدم في شركة البيع وهو قاعد في الدار معناها وياخذ في شهرين ما يسالش تو الأمور ولكن ما تريدش كيف تطفي لحريقه وكيف معناها مش من العروق حل حل. لا طفيها من العروق ما عادش فما حريق لازمك تعالجها المعالجة التامة والنزيف كان فما نزيف لازمك توقفوا الإيقاف التام ميديكالمون بارلون معناها طبيا نحكيه في هذا والا راه باش يعاود النزيف هذاك مش يعب واحنا النزيف قاعد ينزف عنده مده وعنا يلطف بينا في نفس التوجه والاتجاه استفحال الجرائم يقابله استهتار السياسيين هكا عنونة الشروق ضعف الدولة يغذي الإجرام هكا ضعف الدولة يغذي الإجرام هكا باللون الأحمر. وربي وبربي عايشكم ريتوها الدولة راهو ماهيش الحكومة هي الدولة الدولة أحنا الكل أحنا الدولة بكل مكونات. بكل مكونات. يعني حكومه تمشي وحكومه تجي والدوله مستمره وقائمه ذات وستظل باذن الله قائمه ذات لكن يلزمنا ما نخليوهاش تضعف واذا كان ضعفت الدوله راه المسؤوليه ما يتحملوهاش السياسيين فقط نتحملوها احنا ثم بربي علاش نقلقوا في راحتهم السياسيين تخليهم خليهم يشوفوا اوراقهم وجوكالاتهم وكراسيهم ومناطق الحكم بتاعهم وحسابهم وين شكون هذايا وين يحكم والاخر وين تنتهي صلوحيته ولا تبدا لا خليهم بربي نقلقوا فيهم نمشي والجريدة الصحافة اليوم والعنوان الكبير في الصحافة اليوم يقول عودة الجدل حول عقوبة الإعدام في تونس ميزان العدالة بكفتين لا غلب فيه لكفة على أخرى قلت الموضوع اليوم المطروح في الشارع التونسي هو هل مشكل هذا يمتع ارتفاع منسوب الجريمة وهل نطبق الاعدام او لا نطبق الاعدام نواصل مع جريدة المغرب المغرب تقول في اجتماع مجلس الامن القومي قيس سعيد والدفاع عن عقوبة الاعدام الشجرة التي تخفي الغابة عاود لي سمحني. قيس سعيد والدفاع عن عقوبة الاعدام الشجرة التي تخفي الغابة م. هو البارحة كلمة سيد رئيس الجمهورية نسبيا نقولوا به تعرفش علاش به معليش ما تعرفش انا ظهرت لي ظهرت لك موقفي معناتها هذا موقف, موقف شخصي, شخصي آه. معناتها آه. باش ما آه. يتحسبش انا بالنسبة لي اللي قالوا معناها منطقي وهذاك هو يعني اللي, اللي, لازم يصير يعطيك الصحة اللي قلته قالوا بارشة تونسة البارحة سيد رئيس الجمهوريه مشكورا سمع للتوانسه اللي يحبوا يسمعوا ما يسمعوا يسمع. اي فهمنا وقالوا اللي شعبويه فما لا 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 مش ندخل في هذه الشعبويه لكن جاء رئيس الجمهوريه عاده ما كانش يسمع في التوانسه اللي يحبوا يسمعوا البارح سمعهم اللي يحبوا يسمعوا فما جانب كان نشوفوا الكاس المليان لهنا طمنا التوانسه لانه بعض السياسيين والوزراء اللي عندنا في حكومه سيد المشيشي يتعاملون وحتى سيد مشيشي يتعامل سي هشام بالحقيقة أه المره يصدع بها وما يهموش مثال سيد وزير التربيه يقول لك لا لاغلاق المدارس ولا للعوده للحجر الصحي مهما كانت التكاليف ولا كل هذيك تفجع التونسي ترعبوا تقول لك ها ماهوش يخموا في السيناريوهات اخرى وكذا وش بيهم عاملين هكا وكذا سيد رئيس الجمهورية البارح قال لا لا احتمال العودة للحجر الصحي ما تروح حجد والولات يتصرفوا كذا بالتنسيق مع المركزي بتاعت حاله ما نجموا ياخذوا قرارات. قراراتهم حجر صحي عام في وحضر تجول في المنطقة ولا في الولاية ككل تمن التوانس حسوا اللي فما دولة وفما ناس تشعر بهم وتقول لهم إيش يحبوا يسمعوا لكن ها هو السؤال اللي نوصلوا هاي كلك هل هذا هو الحل يا سيدي رئيس الجمهوريه انه نسمعوا التوانسه ما يحبوا يسمعوا؟ وتوانسة ما يحبوا يسمعوا فقط يحبوا التطبيق اي هل هو هذا الحل؟ هل رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه والنواب اللي انتخبناهم يلزمهم يسمعوا التوانسه اللي يحبوا يسمعوه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلا لا. لا. نطمنوهم صحيح ولكن نقولوا على الحقيقة وكيفية معالجتها ونخدموا مع بعضنا. هذا هو المشكل اللي يحسوا التونسي وقاعد كيفاش يبحث على روحه في هذا المجال. من ناحية يقول لك والله طمني ومن ناحية أخرى إي وشو باش نعملوا؟ شنو الحلول؟ إي ومن بعد. ومن <applause> بالضبط سؤال وين بعد. نواصلوا في العنوان الثاني لجريدة المغرب اللي فيه صورة تجمع هشام المشيشي بقيس سعيد ورشد الغنوشي هو في الوسط بينهم يقول في إضعاف لسلطة الدولة واستقرارها المشيشي بين كماشتي الغنوشي وسعيد وشوف الكماشة بالضبط معناها كأني مسكين شوف التصوير تفق. معناها رئيس الحكومة مطالب انه باش يكون كيفاش اكروبات هذاك يقولوها كلي كلي تش... معناها في السيرك اي اكروبات آه. معناها ما زوز رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس النواب رئيس الحكومه باش يتعب شويه ويعمل اللي باسيل كل باش ينجم باش ينجم باش ينجم اي باش ينجم يشتغل معاهم خطر لازم يشتغل معاهم لانه تشعر لانه تشعر انه رئيس مجلس النواب شعور ان شاء الله يكونوا غالطين فيه احنا كانوا يحب يخدم وحده ويحب ياخذ مساحات معينه حتى في الدبلوماسيه وفي شنو وكاين ايضا سيد رئيس الجمهوريه يحب يحكم وحده كاين شعور قلنا شعور ان شاء الله يكونوا غالطين هذا ما يحسوه البعض فزوز من الناس تحب على السلطه التامه والحكم التام جاب حداهم رئيس السلطة التنفيذية رئيس الحكومة يحب يمنع البلاد ويحب يخدم البلاد ويوقف النزيف الاقتصادي ويحب يصلح ويحب يعمل ويحب يجد ربي معه إن شاء الله يفهموه ربي معه ربي <تصفيق> معه. <تصفيق> يفهموه صعيب شوية ما ربي معه ربي معه نمشي والجريدة الصباح اللي باش نختموا جولتنا بعناوينها عنوان يقول عبد اللطيف المكي وزير الصحة السابق لجريدة الصباح قادرون على السيطره على الوضع الوبائي رغم النقص الكبير في تطبيق البروتوكولات الصحيه ربي يا سي عبد اللطيف سامحني قادرون كيفاش انا ما قدرناش هاو تشوف التفشي نتاع الوباء وقادرون ومعها معادله اخرى رغم اش قالك رغم, رغم عدم النقص الكبير في تطبيق البروتوكولات واحنا قادرون اعطينا الوصفه السحريه يا عبد اللطيف ربي كان عندك مدان عايش العنوان الثاني في الصباح يقول اقترحته كتلة الحزب الدستوري الحر تنقيح قانون العدالة الانتقالية عنوان لمعركة برلمانية قادمة بشكل والله تساؤل نحب نشكره الحزب شو الدستوري هو الحر. الحزب يعطي الصحة نحب نشكره لانه توا عالجنا مشكله الوباء اللي ضارب في البلاد عالجنا بالقانون هذا قانون العداله الانتقاليه قانون العداله الانتقاليه عالجنا منسوب الجريمه اللي قاعد يكبر في البلاد عالجنا المشكل الاجتماعي والاقتصادي اللي قاعد يضرب اللي في البلاد عالجنا البطاله عالج هاي هاي الاحزاب مش قاعده تخدم تخدم على روحها هاي ما تقولوا الاحزاب مش قاعده تخدم هاو كعنوان آه معركه تخ... برلمانيه قادمه. آه هات المعركة معركه حضر المعركه البرلمانيه قال وشو القانون اللي احنا لازمنا نعدلوه توا الان هو قانون العداله الانتقاليه. يلا ننتقلوا احنا دون تعليق الى الفه القاسمي هكا ولا لا في المعهد الوطني للرجل الجوي حتى نتعرف على تطور الحاله الجويه بالنسبه لهذا اليوم. صباح النور الفه